السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها الأخوة والأخوات الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية وفي محاضرة جديدة من المحاضرات التي يبثها الأرشيف الوطني في أبو ظبي عبر جميع المنصات بمناسبة معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. المحاضرة اليوم بعنوان الترجمة بين اجتهادات المترجمين ومتاهات النص، مقاربات في الترجمة التفسيرية لآيات القرآن الكريم. في الواقع هذه محاضرة طويلة إلى حد ما، وهي تتناول عدة محاور هامة. المحور الأول، تتناول المحاضرة المشكلات التي نجمت عن تداخل الأيديولوجيات الخاصة بمفسري القرآن، والتي أثرت بدورها على مترجمي القرآن، وتأثير هذه الاتجاهات وهذه الأيديولوجيات على النص الأخير أو النص المترجم إلى اللغة الإنجليزية والمنقول إلى الشعوب الأخرى لتقرأه. تتناول كذلك مشكلة مشابهة لمسألة وجهات نظر بعض مفسري القرآن ممن عاشوا في العصور الوسطى، ووجهة نظرهم في أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون في الجزيرة العربية في صدر الإسلام، ومدى تأثير هذا التوجه على توجهات المترجمين الذين بنوا ترجمتهم على هذا التفسير. كذلك تناقش هذه المحاضرة الاتجاهات الخاصة أو بعض الأيديولوجيات وبعض التوجهات الخاصة بالمترجمين أنفسهم، وكذلك بعض وجهات نظر للمفسري القرآن في بعض الآيات التي تعاملت مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وبالمناسبة، أي حديث عن أهل الكتاب هو حديث عن أهل الكتاب، في هذه المحاضرة هو حديث عن أهل الكتاب الذين وردوا في القرآن أو وردت آيات بحقين في القرآن، وليس عن أهل الكتاب المعاصرين. ولنبدأ بالشريحة الأولى. المحاضرة كما قلنا تتناول تاريخ الترجمات المتعددة لمعاني القرآن وتأثير آراء المفسرين على النصوص المترجمة، وسوف نبدأ بالبداية، بداية الترجمة القرآن في القرن 17 حتى نصل إلى القرن 21. استقرت أقلية من العرب، هذا كلام تاريخي، استقلت أقلية من العرب اليهود في يثرب منذ عهد النبي داود، وعندما هدم حاكم بابل الملك نبوخذ نصر هيكل النبي سليمان في القدس بعد وفاته، وسبى آلاف اليهود إلى بابل، هرب الباقون إلى يثرب. الجزء الأول بيتحدث عن السياق القرآني والكتب السماوية، وتناقش هذه الفقرة تأثر السياق القرآني بما ورد في الكتب السماوية الأخرى. بإجماع المؤرخين عاش المسلمون الأوائل في بيئة تأثرت بالأفكار اليهودية والمسيحية، حيث تواجدت مجتمعات الأقليات اليهودية والنصرانية ذوي الأصول العربية في شبه الجزيرة العربية واليمن. ثانيا، اعتنقت بعض قبائل اليمن اليهودية لوقت غير معلوم نكاية في ملوك الحبشة النصارى الذين هددوا ممالكهم. بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم صار واضحا أن قصة سيدنا موسى من أكثر القصص تداولا في القرآن، كما أن اسم موسى قد تكرر في القرآن 136 مرة، علاوة على أن أجزاء عديدة من الصور القرآن تضم سرديات عن بني إسرائيل من اليهود والنصارى، مما يشي بإلمام أهل الجزيرة العربية قديما بالأفكار اليهودية والمسيحية. في أعقاب هجمات 11 أيلول سبتمبر الإرهابية وفي إدانتهم للهجمات التي تعرضهم للانتقاد من البرامج الإخبارية المعادية للمسلمين، استخدم المسلمون الأمريكان الآية التالية بالتحديد بسبب تشابهها مع نصوص ورد ذكرها في كتب بني إسرائيل المقدسة، والآية: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. استخدمت هذه الآية في السياق بأن المسلمين الأمريكان يرفضون ما حدث ويرفضون فكرة الاعتداء والإرهاب. تشير الآية الكريمة وفق بعض التفسيرات إلى آيات مشابهة غير موجودة في التوراة، ولكن بالأحرى موجودة فيما يسمى بالمشنة أو التوراة الشفوية، وهي أول مجموعة مكتوبة من الشرائع التوراتية التي أنزلت شفويا على النبي موسى والتي دونها حاخامات بني إسرائيل. والمشنة جزء من التلمود وهو مصدر التشريعات اليهودية.
تاريخيا وبغض النظر عن الخلافات التي نشبت بين الطرفين بعد الإسلام، فقد كان للعرب في يثرب علاقات مع أهل الكتاب من اليهود من قبائل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وكانت ثمة تحالفات بين قبيلتي الأوس والخزرج واليهود. كان النصارى متواجدين في الجزيرة العربية كذلك. يتحدث المؤرخ جواد علي، وهو مؤرخ عراقي معروف، عن الحكيم النصراني ورقة بن نوفل ابن عبد العزة ابن قصي القرشي الأسدي ابن عم السيدة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: ورد في كتب التاريخ القديم أن بعض أهل الجاهلية كانوا قد اطلعوا على التوراة والإنجيل، وأنهم وقعوا على ترجمات عربية للكتابين، ومنهم ورقة بن نوفل الذي أدرك أوائل عصر النبوة ولم يدرك الدعوة الإسلامية. عندما سمع ورقة من السيدة خديجة عن الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قدوس قدوس، والله لئن صدقتني فإنه نبي هذه الأمة، ولقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وعيسى، فقولي له ليثبت. فرجعت السيدة خديجة رضي الله عنها فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم، فسري عنه بعض ما كان فيه من الغم من جراء إنكار كفار قريش لدعوته والوحي الذي أنزل عليه. عندما طعن بعض العرب من قريش في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم استشارة علماء بني إسرائيل عن تاريخ الأنبياء، وفي القرآن ورد ذكر علماء بني إسرائيل في سورة الشعراء الآية 197: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. السياق القرآني والكتب السماوية يستطلع البحث بدراسة سورة يهود يثرب كما ذكرت أو كما ذكر في القرآن، وليس سورة يهود هذا العصر، وأرجو أن يعني نركز على هذه النقطة. قال ابن عباس: بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة يسألونهم عن محمد عليه السلام، فقالوا: إن هذا لزمانه، وإن لنجد في التوراة نعته وصفته، وقد صارت شهادة يهود المدينة حجة على المشركين، لأنهم كانوا يرجعون في أشياء من أمور الدين إلى أهل الكتاب لأنهم أهل علم. ذكر مفسرون آخرون أن فريقا من الكفار أرسلوا كذلك يستفسرون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من علماء المدينة، سواء كانوا من اليهود أو ممن أسلم منهم أو ممن كان على دراية بكتبهم الدينية، وهذا يعني أن شرائع أهل الكتاب كانت متداولة في الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده. كان اليهود العرب ثقافة دينية تعتمد على التوراة، وكان للنصارى العرب ثقافة دينية تعتمد في الغالب على الإنجيل. وحينما دخل كثير من أهل الكتاب في الإسلام حملوا معهم ثقافتهم الدينية من الأخبار والقصص الدينية، وكان هؤلاء حينما يقرؤون آيات القرآن يذكرون التفصيلات ذات الصلة الواردة في التوراة والإنجيل. تلك الأخبار التي تحدث بها أهل الكتاب والتي يطلق عليها عموما اسم الإسرائيليات، التي عرفت بشكل فضفاض على أنها التقاليد الدينية اليهودية حسب رأي المستشرقين، وفسرت بشكل مختلف من المفسرين على أن هدفها الإساءة للإسلام. رأى المستشرقون أنها لم تكن تستهدف الإساءة للإسلام على الإطلاق، وإنما نقل ما جاء عن الإسلام في الكتب المقدسة لأهل الكتاب، وهذا الرأي يختلف عن رأي المفسرين. طبعا هذه قضية خلافية لا نستطيع أن نعطي فيها رأيا. الجزء الثاني هو تراث الدين لأهل الكتاب وتأثيره على تفسير القرآن. تأثر المسلمون الأوائل بالتقاليد الدينية الموجودة في الكتاب المقدس، كما تأثر بعض رواة الأحاديث من علماء المسلمين بتراث الدين لأهل الكتاب، كما لجأ بعض العلماء للاستشهاد بالسوابق التاريخية الواردة في المواريث والدراسات الخاصة بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولم يكن ذلك يشكل أي مشكلة لعلماء المسلمين في مرحلة صدر الإسلام. بحلول القرن التاسع الميلادي هتتغير الأمور. قام بعض الفقهاء بالتشكيك في جميع التقاليد الدينية الخاصة بأهل الكتاب رغم ورود قصص أنبيائهم في القرآن، رغم وجود آيات في القرآن تشير إلى قيام بعض أهل الكتاب بتحريف النصوص الدينية، إلا أن ذلك ليس تعميما، والمقصود به مجموعة ضالة من أهل الكتاب وليس الكل، وقد نفى القرآن تعميم هذا الاتهام على أهل الكتاب جميعا في آيات عديدة. على سبيل المثال: من الذين هادوا يحرفون الكلام عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. أوكي، من الذين هادوا، هنا ليس هناك تعميم في الترجمة among the Jews. هنجد فيما بعد أن في بعض المفسرين في بعض المترجمين آسف هيشيل كلمة among ويكتب على طول the Jews، يعني نشوف أشياء كثيرة من هذه النوعية. إذن مسألة التحريف هي كانت خاصة بمجموعة، وهذا وارد في القرآن وليس كلامي أنا. قال التراث الدين لأهل الكتاب وتأثيره على تفسير القرآن ومن ثم تأثيره على الترجمة. قال المفسرون في شرحهم لعبارة يحرفون الكلام عن مواضعه أي يفسرونه على غير ما أنزل به في التوراة، ليسوا سواء. هنشوف الآيات الأخرى التي لا تعمم الضلالة على أهل الكتاب، ليسوا سواء،
من أهل الكتاب أمة قائمون يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ده آل عمران. نفس الكلام among the people of the scripture. فنجد أنه التعميم غير موجود سواء على المجموعة الصالحة أو المجموعة الطالحة، أن هناك من يعني يسجدون لله ويصلوا، هناك من يقومون بتحريف الآيات، وهم شعب زي يعني مثل أي شعب. هذا ما كان، هذا ما ورد أمامنا في القرآن. تاني، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. لاحظوا هنا كلمة أمانج اتكررت أكثر من مرة، وهي بتعني مجموعة، سواء عند الحديث عن المجموعة التي ارتكبت الإثم أو المجموعة التي تعبد الله، و يعني المجموعه الخيره من اهل الكتاب. اذا ليس هناك تعميم. هنجد فيما بعد ان المترجمين يعني هيكون في مشكله، هنتكلم عنها فيما بعد فيما يخص ان الايه هنا بتتكلم عن مجموعه وليس تعميم. هنجد ان في بعض الترجمات هتعمم، وهنشوف بعض النماذج. ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. هنا نفس الكلام، الحديث عن النصارى وأنهم طائفة سماتها كذا وكذا وكذا. أوكي، هذا الكلام موجود في القرآن، أنا لم أأتي بشيء من عندي. منذ القرن التاسع الميلادي سعى عدد من المفسرين إلى الترويج لكل ما هو معاد للأديان السابقة للإسلام ونشر الأحاديث الضعيفة في هذا الصدد. وبسبب التضارب في تفسير القرآن تباين المعنى في بعض الآيات المترجمة إلى اللغات الأجنبية، لأن المترجمين بنوا ترجماتهم على تأويلات متعددة للنص القرآني استندت على تفسير مختلفة لبعض الآيات، مما تسبب في بلبلة فكرية وإساءة إلى دين التسامح والأخوة. هذا هو لب هذه المحاضرة، يعني هو ده the thesis of this presentation، هو ده المركز تبع أو السنتر لهذه المحاضرة. في مسألة أن فجأة في القرن التاسع الميلادي هناك أسباب كثيرة سنتحدث عنها لاحقا باختصار، هذه الفكرة بدأت مسألة أن يعني الترويج لكل ما هو معاد للأديان الأخرى، وبالتالي لدينا عدد من التفسيرات، هيأتي الجماعة المترجمين وهيبنوا الترجمة، لأن الترجمة بيترجم المعاني، معاني القرآن، فهيبدأ الترجمة بناء على التفسيرات، وبالتالي هتأتي الترجمة في الواقع يعني مسيئة في كثير من الأحيان. مثلما اختلف المفسرون في تفسير بعض النصوص القرآنية، فقد اختلف المترجمون حيث تأثرت الترجمة بأيديولوجية أو عقيدة المترجم. يعني أحيانا بنجد حتى المترجم هو كمان بيكون له عقيدة أو تصور أو مذهب إلى آخره بيطبقه على تفسير القرآن، وهذه مشكلة كبيرة جدا. أوكي، هنتتبع الحين مسألة الترجمات، متى بدأت ترجمة القرآن وكيف كانت، وهنشوف نبدأ من الأول. بدأت الترجمات الأولى للقرآن إلى الإنجليزية في القرن السابع عشر، ولم تتم على يد مترجمين مسلمين بل مترجمين مسيحيين أوروبيين سعوا إلى تشويه الإسلام للمساعدة في تحول المسلمين إلى المسيحية، نكاية في الأتراك العثمانيين المسلمين الذين غزوا أوروبا وارتكبوا فظائع ومجازر وفق المؤرخين الغربيين. إذا هذه أول نقطة. طيب هنشوف إيه السبب، يعني هذه النكاية في الإسلام بسبب التواجد التركي في أوروبا. فكرة سريعة عن ما حدث. تاريخيا خرط الإمبراطورية العثمانية حروبا دامية في أوروبا بدءا من العصور الوسطى واستمرت حتى القرن العشرين. بدأت الصراعات العسكرية في الأناضول في القرن الثالث عشر بين العثمانيين والبيزنطيين ووصلت لأوروبا في القرن الرابع عشر. استمرت الحروب بين الأتراك والبلغاريين ثم الأتراك والصرب، وتوسعت الدولة العثمانية في البلقان خلال القرنين الخامس عشر والثالث عشر. سيطر الأتراك على قبرص وكريت والبندقية وغيرها من البلدان الأوروبية في منطقة البلقان لقرون عديدة. ضعفت الإمبراطورية العثمانية بعد اندلاع الحرب مع روسيا في القرن التاسع عشر، وانسحب العثمانيون من البلقان في مطلع القرن العشرين، وانتهى الوجود العثماني في أوروبا بهزيمتهم في الحرب العالمية الأولى. نرجع تاني لموضوع المترجمين. أول مترجم صاحبنا ده ألكسندر روس. كان ألكسندر روس قسيس الملك تشارلز الأول، حكم طبعا في القرن السابع عشر، أول من شرع في ترجمة القرآن إلى الإنجليزية. قام روس بترجمة القرآن في عام 1949 باستخدام لغة إنجليزية هو أسمها، قال بأنها لغة جديدة، لأن اللغة الإنجليزية مرت بمراحل، يعني الجماعة اللي هم درسين أدب إنجليزي ودرسوا شكسبير وقبل شكسبير تشوسر والجماعة دول هيشوف أن اللغة تطورت. فهو الرجل ده ادعى أن دي لغة إنجليزية جديدة.
المشكلة هنا في الترجمة إن أخونا ده روس لم يكن يعرف شيئا عن اللغة العربية على الإطلاق، واعتمد على الترجمة للإنجليزية نقل عن الفرنسية، وهي الأخرى لغة لم يتعلمها جيدا، لذلك جاءت ترجمته للقرآن رديئة يشوبها كثرة السهو والإضافات والأخطاء الفادحة. دي أول ترجمة تبع صاحبنا ألكسندر روس. لم يكن لدى مترجمي القرنين السابع عشر والثامن عشر خلفية عن الإسلام، ولذلك لم تكن ترجمتهم موضوعية، وإنما تأثرت بخلفياتهم المسيحية وافتقرت إلى العمق الفكري والحيادية. في القرن التاسع عشر قام مترجمون مسيحيون مثل إدوارد بالمر وجون رودويل والسير ويليام موير بترجمة القرآن، وكانت الترجمات مغلوطة ومغرضة، حيث كانت تهدف إلى التقليل من شأن الإسلام وتحقير أتباع هذا الدين. ده البداية، نشوف المسلمين يعملوا إيه بعدين. أهم مترجم في القرن التاسع عشر هو جورج سيل، الذي ترجم القرآن كما كتب نقدا تفصيليا للترجمات السابقة، وأصبح عمله المرجع القياسي لجميع القراء الإنجليز حتى نهاية القرن التاسع عشر تقريبا. أعطى المترجم سيل الانطباع بأنه استند في ترجمتين القرآن إلى النص العربي، ولكن الدراسات أثبتت أنه اعتمد على ترجمة لاتينية سابقة. لم يدرج المترجم سيل أرقام الآيات في عمله، ولم يدخل هوامش أو تفسيرات للنصوص، وبالتالي فإن النتيجة هي ترجمة غامضة يصعب فهمها للغاية. كان أول من ترجم القرآن من حملة العقيدة الإسلامية هم المسلمون الهنود، الذين ترجموا القرآن إلى الإنجليزية في زمن الاستعمار البريطاني وإبان النشاط التبشيري المكثف قبل انفصال باكستان عن الهند. هنبدأ هنا نتكلم عن أول مترجم يعني يحمل العقيدة الإسلامية، أو أول مترجم مسلم يترجم. كان المترجم محمد عبد الحكيم خان أول من ترجم القرآن للإنجليزية لسنة 1905، ثم تبعه ميرزا هيرات دهلوي 1912، وتلاهما ميرزا أبو الفضل. دي أول ثلاثة حاولوا يترجموا القرآن، أو هم فعلا سووا ترجمات بالفعل. كانت ترجمة دهلوي تهدف للرد الشامل على الانتقادات المتعددة للقرآن التي وردت في ترجمات مترجمين مسيحيين متشددين مثل سيل ورودول وبالمر والسير دبليو موير وتصحيح المفاهيم. شهدت السنوات الأولى من القرن العشرين اتجاها قويا لترجمة القرآن إلى الإنجليزية. قامت بعض مطابع الجامعات الغربية بنشر الترجمات المختلفة التي كان بعضها جيدا والآخر دون المستوى. نشرت مطبعة جامعة برينستون الأمريكية ترجمة الباحث الهندي أحمد علي، ونشرت مطبعة جامعة أكسفورد البريطانية ترجمة محمد عبد الحليم سعيد المصري المولد وأستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة لندن، وهي من بين الترجمات الأكثر انتشارا حول العالم كما سنوضح لاحقا. نبدأ هنا بالترجمات الكلاسيكية المعترف بها، الجماعة اللي هم دهلوي والجماعة اللي معاه دول يعني ما دخلوش في التاريخ. هنبدأ بأول ترجمة كلاسيكية، أو هنبدأ بما يسمى بالترجمات الكلاسيكية المعترف بها. ترجمة مولانا محمد علي. ولد محمد علي في إقليم البنجاب في سنة 1874، وتوفى في كراتشي ثم دفن في لاهور عام 51. حاصل على ماجستير في اللغة الإنجليزية وبكالوريوس في القانون. انضم إلى الطائفة الأحمدية في عام 1897. في عام 1917 نشر الباحث محمد علي الذي ينتمي للطائفة الأحمدية في لاهور ترجمته للقرآن، وقام باستمرار بتحديثها ونشر أربع نسخ منقحة منها حتى وفاته في عام 51. أعجب عدد من المتخصصين المعاصرين بترجمة محمد علي بسبب تميزه في اللغة الإنجليزية وملاحظاته التفسيرية المتعددة، وهنا تكمن المشكلة في مسألة الملاحظات التفسيرية والهوامش الجماعة دول كانوا بيكتبوها. الأهم من ذلك أن ترجمة محمد علي أصبحت هي النسخة القرآنية التي اعتمدتها طائفة أمة الإسلام في أمريكا. طبعا المجموعة دول هم الأفرو أمريكانز أو الأمريكان من أصول أفريقية اللي هي Nation of Islam، دي طائفة موجودة في الولايات المتحدة، أي حد عاش في أمريكا عارف طبعا الناس دول، التي أسسها الشريف إليجيا محمد، هو ده أستاذ المناضل مالكوم إكس، طبعا ده قصة أخرى، وهي الطائفة التي قادها من بعد الزعيم الديني الأفرو أمريكي لويس فاركان. أوكي. لقيت ترجمات ومؤلفات وكتب محمد علي إعجابا من المثقفين الأوروبيين، وقد أشاد بكتابه الدين الإسلامي. ده كتاب قام به، يعني هذا كتاب مهم من الكتب التي ألفها محمد علي. وهنجد ان في باحث شهير جدا وهو يصبح احد مترجمي القران، محمد مرمدوك بكتل، يعني ابدى اعجاب كبير جدا بكتاب الدين الاسلامي للمترجم محمد علي. قال الكلام على لسان محمد مرمدوك بكتل ان كتاب الدين الاسلامي هو وصف للإسلام من قبل شخص متمكن من السنة النبوية، شخص يدور في ذهنه عار الانحطاط الإسلامي في القرون الخمسة الماضية وفي قلبه أمل النهضة الإسلامية القادمة والتي يمكن الآن رؤية علاماتها من
كل جانب. ثم يضيف محمد مرمدوق بكتر: هناك حاجة ماسة لمثل هذا الكتاب في الوقت الحاضر، عندما نرى في العديد من البلدان الإسلامية أشخاصاً يتوقون لإصلاح الإسلام وأحيائه يرتكبون أخطاء فادحة بسبب نقص المعرفة بالدين الإسلامي. ثم يضيف: لا نتفق دائماً مع استنتاجات محمد علي بشأن نقاط خلاف ثانوية، في بعض الأحيان تبدو لنا تفسيراته غريبة الأطوار ولكن فرضياته سليمة، فنحن دائماً ندرك صدقه العميق واحترامه للقرآن. ثم يضيف: هناك من سيختلف مع نتائج دراساته، لكنهم لن يكونوا أولئك الذين يأمن الإسلام منهم شيئاً في المستقبل. على أي حال، رغم مديح مرمدوك على، إلا أن هناك تحفظات على ترجمة محمد علي الذي كان ينحرف أحياناً عن الترجمة الأمينة للغة العربية لغة القرآن الأصلية بسبب توجهاته العقائدية. في الواقع سعى المترجم محمد علي للتقليل من شأن أي سوابق تفسيرية ذات علاقة بآيات القرآن، بما في ذلك النصوص السابقة التلمودية والإنجيلية والمدرسية، واعتبرها غير صحيحة. قام المترجم بعمل تغييرات في ترجمته لمعاني بعض الآيات القرآنية الكريمة كما جاء في سورة الأعراف. على سبيل المثال، في هذه السورة وفي غيرها وردت قصة النبي موسى وهو يضرب بعصاه الحجر من أجل الماء: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. خلاص دي الآية. طيب هنشوف هنا الترجمة. الترجمة الصحيحة للجزء من الآية اللي هو اضرب بعصاك الحجر هي strike the rock with your staff. تقريبا كل مترجمين أجمعوا على هذه الترجمة، لكن محمد علي غير النص المترجم وترجمه إلى يعني بما يعني march onto the rock with your staff، يعني بدل اضرب بعصاك الحجر الجملة اللي هو جابها انطلق بعصاك إلى الحجر، أو يعني تحرك نحو الحجر. وهو تفسير طبعا لا يسمح به البناء العربي القرآني ولم يتضمن المعنى الإعجازي المراد نقله. هذه ترجمة تعكس أيديولوجية المترجم الدينية، فهو لا يؤمن بالمعجزات ولا سيما إذا كانت تخص أنبياء بني إسرائيل، مما يعد ازدراء للأديان الأخرى وخروجا على النص القرآني. طبعا ده خروج عن أصول الترجمة. كما أن المترجم أدرك أن الآية، ليه بالتحديد الآية دي؟ لأنه هو عرف أو قرأ ودرس وتأكد أن اضرب بعصاك الحجر قد وردت بنفس المعنى في كتب بني إسرائيل المقدسة السابقة، فسعى إلى تغييرها حتى لا يقال أن القرآن ينقل عن الكتب المقدسة الأخرى. دي مشكلة كبيرة جدا وهنجدها عند بعض المترجمين. تجاوزات المترجم محمد علي وادعائه أن القرآن ساوى بين الجن وأهل الكتاب. في الآية القرآنية التي ورد فيها ذكر الجن أضاف محمد علي هوامش يذكر فيها أن القرآن ساوى بين الجن واليهود والنصر، ولا ندري من أين جاء بهذا التفسير المعوج. على أي حال، أول مشكلة يعني بنلاحظها هي مشكلة الهوامش التي كان يكتبها هؤلاء المترجمون، ربما بناء على يعني تفسيرات معينة أو لتوجهات أيديولوجية تخص المترجم نفسه. على الرغم من التشوه الطائفي العقائدي الصارخ الذي يشوب ترجمة محمد علي، إلا أنها الآن في طبعتها العاشرة، حيث شكلت الأساس للعديد من الترجمات اللاحقة كما سنرى أدناه. حتى لو تجنب غالبية المسلمين الاعتراف المباشر بمورد في ترجمة محمد علي، فإن أتباع الطائفة الأحمدية حول العالم لا يصدقون سواها ولا يعملون إلا بها، وكذلك الجماعة اللي هم Nation of Islam اللي هو أمة الإسلام، إخواننا الأفريكان أمريكانز اللي موجودين في أمريكا الشمالية. أوكي، هناخد ترجمة أخرى، ده ترجمة أحمد علي، ده واحد تاني غير محمد علي. الناشر زي ما انتم شايفين جامعة برينستون ومن أكبر الجامعات الأمريكية. قدم الشاعر والدبلوماسي الباكستاني أحمد علي الذي ولد في دلهي ومات في كراتشي ترجمة معاصرة للقرآن مستخدما اللغة الإنجليزية الحديثة، وأكد المترجم أنه يقدم ترجمة وليس تفسيرا لاهوتيا عقائديا للقرآن. ومع ذلك سمت شطحات في ترجمته وخاصة إنكاره لمعجزات الأنبياء كما قال. مسألة المعجزات دي هنجد أنها مشكلة كبيرة جدا في الترجمة. بعد ترجمته الآيات التي أوردت قصة عيسى بن مريم، سواء ولادته بلا أب أو قيامه ببعث الموتى أو بشفاء المرضى أو بالتنبؤ النبوءة يعني كما ورد في سورة آل عمران، يذكر أحمد علي في الهوامش أن تلك الأمور لا تعد من المعجزات. ثم قدم حاشية لإنكار أن القرآن كان يشير إلى شيء معجز رغم وضوح الآية في القرآن. بلا ريب سعى أحمد علي إلى التقليل من شأن السرديات المسيحية الواردة في القرآن، وبالتحديد الأشياء التي تتحدث عن الإعجاز الذي أو المعجزة التي يعني ذكرت في القرآن ونسبت إلى عيسى بن مريم. أوكي، ننظر إلى تجاوزات أخونا أحمد علي. انظر إلى الآية الواردة على لسان يسوع المسيح عيسى بن مريم في سورة آل عمران كما ذكرنا أعلى:
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله إلى آخره، أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. الترجمة الصحيحة هنا لو شفنا الترجمة، I make for you out of clay the shape of a bird، اللي هي إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. الآية واضحة جدا. الترجمة الصحيحة اللي أمامنا I make for you out of clay the shape of a bird. أوكي إلى آخره. خلونا نشوف ترجمة الآية، ترجمة أحمد علي للآية، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، حولت المعنى إلى ما يلي. الكلام اللي ترجمه محمد علي كالآتي، وأصنع لكم من الطين كهيئة مصيركم فأنفخ فيه لعله يصبح مصيركم بإذن الله. أوكي شوف الآية، ترجمة أحمد علي تنزع المعجزة عن المسيح مخالفا للنص القرآني. عندما أدرك المترجم أن الآية وردت تقريبا بنفس النص في إنجيل توما، سعى إلى عمل تحريف في النص حتى يؤكد أن القرآن لا يردد عبارات وردت في نصوص نصرانية سابقة. طبعا هذا يخالف قواعد الترجمة. كلما تيقن المترجم أحمد علي من أن النص القرآني قد ورد بشكل متقارب في نصوص مسيحية أو يهودية سابقة، سعى إلى عمل بعض التعديلات في الترجمة، أو أحيانا كان بيكتب هوامش سيرا على خطى مترجمين آخرين. انظروا الآية التالية من سورة البقرة، شوفوا الآية دي، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم. الآية معروفة جدا في سورة البقرة، وقصة العجل وبني إسرائيل عبدوه فترة إلى آخره، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. أوكي شوف هنا الترجمة، الترجمة الصحيحة اقتلوا أنفسكم slay yourselves، كلام واضح جدا. أما المترجم أحمد علي فقد ترجم آية اقتلوا أنفسكم إلى اقتلوا كبرياءكم kill your pride، لأن عبارة اقتلوا أنفسكم وردت بنفس النص في الكتاب المقدس في سفر الخروج، ده رقم، فقد ترجمها أحمد علي إلى اقتلوا كبرياءكم بدلا من اقتلوا أنفسكم، حتى لا يبدو أن النص القرآني قد تأثر بالنصوص الدينية الأخرى وخاصة السرد التوراتي، مما يعد إخلالا بقواعد الترجمة وإخلالا حتى بالنص القرآني نفسه. لذلك انتقد علماء المسلمين ترجمة أحمد علي بسبب تلك التجاوزات وغيرها. محاولة المترجم إثبات أن القرآن لم يستقي بعض إحداثياته من كتب الأولين ليست في محلها، لأن القرآن نفسه يؤكد ذلك، طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، ده مطلع سورة القصص كما تعرفون. حتى القرآن نفسه أقر أنه بيحكي قصص الأولين. أوكي نشوف المترجم الثاني، من أهم مترجم، من أهم المترجمين، محمد مرمروك بيكتل. محمد مرمروك بيكتل هو بريطاني الأصل وابن رجل دين مسيحي أنجليكاني أو أنجليكاني، سافر إلى الشرق واكتسب طلاقة في اللغة العربية والتركية والأردية. كان روائيا ورحالا ومعلما اعتنق الإسلام عام 17. في عام 20 سافر إلى الهند وأصبح صحفيا في الصحف الإسلامية، وكذلك مديرا لمدرسة البنين المسلمين. أثناء التدريس في حيدر أباد أخذ بيكتل إجازة لمدة عامين لإكمال ترجمته للقرآن. تلقى مساعدة من العديد من الأعيان المسلمين من بينهم العالم مصطفى المراغي شيخ الأزهر وأنذاك والسيد نظام الملك في حيدر أباد. كان بيكتل على دراية بأوجه القصور التي شابت ترجمات القرآن التي قام بها المبشرون المسيحيون والتي تتضمن تعليقات مسيئة للإسلام والمسلمين، وسعى إلى تصحيح هذه العيوب. اتفق بيكتل في بداية الأمر مع موقف معظم علماء المسلمين حينئذ بأن القرآن غير قابل للترجمة، لكنه أكد أن المعنى العام للنص لا يزال من الممكن نقله إلى المتحدثين باللغة الإنجليزية. أدرك بيكتل أن الترجمات التي تعتمد على التفسير والشروح المطولة تنتقص بشكل كبير من التركيز على النص الأصلي للقرآن. سعى بيكتل في ترجمته إلى التقليل من الملاحظات التوضيحية وحاول ترك النص القرآني الأصلي يتحدث عن نفسه. بقدر ما سعى بيكتل للحفاظ على روح النص القرآني بقدر ما كان متأثرا بترجمة محمد علي، خاصة بعدما التقى به في لندن. ده أول واحد اتكلمنا عنه اللي هو كان بينتمي إلى الأحمدية. اتفق بيكتل جزئيا مع محمد علي في رأيه عن المعجزات التي وردت في القرآن. مسألة المعجزات أنا نجد أن محمد علي وانضم إليهم بيكتل، مسألة المعجزات دي عندهم مشكلة في ترجمتها، خاصة الوصف القرآني للإسراء والمعراج وهي رحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الليلية إلى السماء من بداية سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخره.
في حين تملص محمد علي من كل المعجزات رأى بكتل أن الإسراء والمعراج كانت مجرد رؤية وليست حقيقة، وقد انعكس ذلك على الترجمة التفسيرية للنص. ولذلك خالف بكتل رأي علماء المسلمين بأن رحلة الإسراء والمعراج حقيقة وأنها معجزة، ولذلك يجب ترجمة النص حرفيا كمال. هذه الترجمة الحرفية للنص. بالنسبة للإسراء والمعراج يروي الفقهاء ما يلي: في ليلة 27 رجب من السنة السابقة على الهجرة، أي في حدود سنة 620 ميلادية، طاف الرسول صلى الله عليه وسلم حول الكعبة المشرفة ليلا وحيدا، ثم عاد وأوى إلى فراش. عند منتصف الليل جاءه جبريل ليوقظه مخبرا إياه بأن الله تعالى يدعوه إلى السماء، ثم تحرك الركب الكريم بالبراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حيث استقبلتهما سلة من الملائكة. بينما استهلت سورة الإسراء بالرحلة المعجزة إلى السماء، نزلت سورة النجم مؤكدة ما تبع ذلك من العروج إلى سدرة المنتهى حيث جنة المأوى، ثم راح رسول الله يسعد حتى سجد بين يد ربي وتلقى منه الأمر بالصلاة. الآيات هنا كل دي جت دي موجودة في سورة النجم، وهو بالأفق الأعلى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يخشى السدرة ما يغشى عندها جنة المأوى ما زاغ البصر. هذا كلام موجود إذن عند سورتين، سورة الإسراء وتكمل الرحلة في سورة النجم. وبالتالي يعني في كلام يعني كثير جدا يا إخوان على مسألة يعني ما أتى به هؤلاء المترجمون وبعض المفسرين. في نهاية الرحلة عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس حيث صلى إماما بأنبياء الله ورسله، ورجع إلى مكة المكرمة ليجد فراشه لا يزال دافئا، وهذا يعني أن الله تعالى قد طوي له المكان وأوقف له الزمن. هذا رأي الفقهاء. عندما جاء الصباح حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة بأخبار رحلته، فكان منهم من صدق ومنهم من لم يصدق، وكان أول المصدقين به أبو بكر بن أبي قحافة، ومن هنا سمي باسم الصديق. اتفق مشركو مكة يتناقلون الخبر في سخرية واستعجاب حتى تحدى بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس. عندئذ جل الله تعالى لرسوله الكريم سورة بيت المقدس فتفق يصفه وصفا تفصيليا لهم. هذا كلام الفقهاء أو الإجماع إجماع الفقهاء. في صباحة ليلة الإسراء والمعراج جاء جبريل عليه السلام ليخبر رسول الله بكيفية الصلاة المفروضة وأوقاتها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يصلي ركعتين صباحا ومثلهما مساء كما كان يفعل النبي إبراهيم عليه السلام. برغم التجاوزات بخصوص المعجزات كانت ترجمة بكتال شائعة في النصف الأول من القرن العشرين، وهي ترجمة مهمة من الناحية التاريخية، ولكن الطلب الحالي عليها محدود بسبب لغتها القديمة وعدم وجود شروح توضيحية كافية. المترجم التالي هو أرثر أربري. هذا الرجل قام بعمل ترجمة للقرآن وأسماها The Quran Interpreted أو القرآن المفسر، وأنا أعتقد أنا شخصيا أعتقد أن هذه أفضل ترجمة للقرآن على الإطلاق. ولد أربري في بورسموث في جنوب إنجلترا عام 1905، وتوفي في منزله في كامبريدج عام 69. درس اللغات الكلاسيكية في جامعة كامبريدج، وذهب إلى القاهرة ودرس العربية والفارسية في مصر. تولى رئاسة قسم الدراسات اللاتينية واليونانية في جامعة القاهرة، كما تعرف على زوجته الرومانية هناك. نشر ترجمته للقرآن في عام 55 تحت عنوان القرآن المفسر. بعد قضاء سنوات عديدة في الشرق الأوسط عاد لبريطانيا في عام 46 حيث عمل أستاذا للغة الفارسية في جامعة لندن، ثم انتقل إلى كامبريدج ليصبح أستاذا للغة العربية وخدم هناك حتى وفاته في عام 69. كانت ترجمته عام 55 أو كانت ترجمة المترجم أرثر أربري أول ترجمة إنجليزية لعالم غربي أصيل يجيد العربية وليس له يعني ولديه حسن نوايا بالإسلام والمسلمين، لم يكن لديه أي اتجاهات لا ضد الإسلام ولا ضد المسلمين. ترجمة أرثر أربري. جاء عنوان ترجمتي القرآن المفسر متوافقا مع وجهة نظر علماء المسلمين الأصوليين القائلة بأن القرآن لا يمكن ترجمته لكن يجوز تفسيره فقط. حول أربري النص القرآني إلى لغة إنجليزية مفهومة وفصل النص عن التفاسير والشروح التقليدية، وهذا شيء يحسب له. جاءت الترجمة بدون تحيز وربما تكون أفضل ترجمة موحدة للقرآن من وجهة نظره حتى الآن، وقد حظت الترجمة بإعجاب المثقفين في جميع أنحاء العالم وتم إعادة طباعتها عدة مرات ولا تزال المرجع المفضل لمعظم الأكاديميين. الترجمة اللي هتأتي فيما بعد هنا هندخل في مشكلة كبيرة جدا، ترجمة وتفسير عبد الله يوسف علي، وهنا الترجمات اللي في بعض المؤسسات الإسلامية الخيرية هتبدأ تدعم هذه النوعية من الترجمة، وهنجد أن يكون في بعض الأجندات للأسف في هذه الترجمات. ولد المترجم الهند البريطاني في بومباي بالهند لعائلة مسلمة سرية، وتوفى في بريطانيا ودفن في مدافن المسلمين هناك. درس القانون واللغة الإنجليزية في جامعتي كامبريدج وليدز في بريطانيا، أيد موقف الحلفاء بين الحرب العالمية الأولى، وتزوج مرتين من امرأتين بريطانيتين. ترجم القرآن عام 46.
من بين ترجمات القرآن التي لاقت استحسانا من كبرى المؤسسات الدينية في العالم العربي، وبالتالي لقيت انتشارا واسعا ترجمة عبد الله يوسف علي، والتي كانت منذ ظهورها الأول في عام 34 حتى وقت قريب النسخة الإنجليزية الأكثر شعبية بين المسلمين. على الرغم من أنه ليس عالما إسلاميا بأي معنى رسمي، فقد درس يوسف علي الموظف المدني الهندي الكلاسيكيات في جامعة كامبريدج، وعمل محاميا في لندن، وكان موهوبا ومشهورا بأسلوبه الكتابي البليغ المفعم بالحيوي. سعى عبد الله يوسف علي إلى نقل موسيقى وثراء اللغة العربية القرآنية باستخدام لغة إنجليزية تقترب من الشعر، في حين أن تقديمه للنص القرآني كان مقبولا، إلا أن هناك مشاكل خطيرة في حواشيه الغزيرة، حيث قام بإعادة إنتاج نصوص الترجمة التفسيرية بناء على تفاسير العصور الوسطى دون بذل أي جهد في شرح وتحديد سياقات تاريخية. ترجم يوسف علي القرآن في وقت كان فيه العداء العربي متزايدا تجاه الاستعمار والصهيونية، وكان يكتب في بيئة تتغاضى عن الكراهية ومعاداة السامية، وقد بنى ترجمته في سياق أيديولوجي سياسي، وكأن القرآن نصا مؤدلجا يسعى للمجادلة ضد اليهود وأعوانه. للأسف الشديد أسس العديد من المسلمين وغير المسلمين حول العالم تصوراتهم عن الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال ترجمة يوسف علي القرآن، لأن هذه كانت أكثر ترجمة انتشارا في العالم. في عام 89 مولت شركة الرجحي المصرفية مشروع مؤسسة أمانة ومقرها الولايات المتحدة لمراجعة ترجمة عبد الله يوسف علي، وبدلا من تخفيف حدتها زالت الطين بلة وعكست تفسيرا رجعيا متشددا تجاه الغير من ذوي الديانات الأخرى. قدمت شركة الرجح مليان النسخ من الطبعة المنقحة مجانا للمساجد والمدارس والمكتبات في جميع أنحاء العالم. تم إعادة واسترجاع معظم هذه النسخ في أعقاب أحداث 11 من سبتمبر أيلول الإرهابي. في هذه النسخة المنقحة ظلت التعليقات والهوامش تعج بالتصورات السلبية حول غير المسلمين خاصة اليهود، لدرجة أنه في أبريل 2002 حظرت مقاطعة لوس أنجلوس التعليمية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية استخدام هذه الترجمة القرآنية في المدارس المحلية ذات الارتباطات بالجاليات الإسلامية. حاليا توجد ترجمة يوسف علي في معظم المكتبات في الدول العربية، بينما لا تزال في الأسواق العالمية، ومع ذلك فقد فخرت بريقها بسبب لغتها القديمة وظهور ترجمات أكثر حداثة وأكثر اعتدالا من تمويل بعض الحكومات العربية، وليس طبعا بعض المؤسسات الخيرية. الترجمات، ناخذ ترجمة أخرى، الترجمات المعتمدة من الهيئات الدينية في الدول العربية. إذن عندي ترجمات معتمدة من بعض الجهات الخيرية اللي كانت بتمول، في بعض الهيئات الدينية هي كذلك مولت ويعني وافقت على بعض الترجمات، ومن أهمها وأخطرها ترجمة محمد تقي الدين الهلالي ومحمد محسن خان. أثارت هذه الترجمة زوبعة كبرى في الأوساط الأكاديمية، خاصة في أعقاب أحداث 11 من سبتمبر، ولذلك اعتبر الدكتور أحمد فاروق موسى الأكاديمي في جامعة موناش في أستراليا أن ترجمة هلالي وخان هي سبب رئيسي للتطرف وعمل دعائي توزعه السلطات الدينية في بعض الدول العربية بأموال حكومية. بالمثل زعم عماد الدين أحمد رئيس معهد ميزانة الحرية أن هذه الترجمة هي ترجمة سلفية رجعية متشددة للقرآن ولا يقبلها المسلمون في الولايات المتحدة. كما انتقد عدد من الأكاديميين ترجمة هلالي وخان على أسس أسلوبية ولغوية. اعتبر الدكتور ويليام سين بيتشي أستاذ الأمريكي للغة الإنجليزية في كلية الطب بجامعة الملك سعود في القصيم سابقا أن الترجمة مثيرة للاشمئزاز ويرفضها أي شخص داخل المملكة العربية السعودية. أشار الدكتور محمد عبد الحليم مترجم القرآن الكريم وأستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة لندن أن ترجمة هلالي وخان منفرة، وأعرب مدير مركز الملك فهد الدولي للترجمة بجامعة الملك سعود بالرياض عن عدم رضاها عن أسلوب الترجمة ولغتها لكونها فقيرة للغاية ومبسطة، وأكد أن الترجمة تحتوي على أخطاء عديدة. كما تم انتقاد ترجمة الهلالي وخان من قبل العديد من الأكاديميين الغربيين بسبب الفكر المتطرف الذي تدعمه الترجمة. يقول البعض أن الترجمة لا تروج للعداء تجاه الأديان الأخرى، حيث تهدف الإشارات إلى اليهود والمسيحيين إلى التمييز بين معتقدات المسلمين والمجتمعات غير الإسلامية، ولكن هذا كلام غير صحيح. من وجهة نظري الشخصية فقد قرأت هذه الترجمة. حتى وقت قريب ظلت ترجمة الهلالي وخان الأكثر انتشارا في معظم المكتبات الإسلامية والمساجد السنية في جميع أنحاء العالم الناطق باللغة الإنجليزية، وعلى عكس ترجمة عبد الله يوسف علي فقد حظيت بأختام موافقة من دور الإفتاء ومن بعض المعاهد والجامعات الإسلامية في عدة دول عربية. في حين حاول سلة من المترجمين جعل المفاهيم القرآنية قابلة للتطبيق في الوقت الراهن، فإن مشروع ترجمة الهلالي وخان الممول من بعض القطاعات الدينية في البلدان العربية فرض على المترجمين الالتزام بتفاسير وشروح الطبري والقرطبي وابن كثير وغيرهم من فقهاء العصور الوسطى الذين لم يعرفوا شيئا عن المفاهيم الحديثة للتعددية الدينية والتلاقع الثقافي.
شكلت ترجمة الهلالي وخان إشكالية كبرى خاصة بالنسبة للمسلمين الأمريكيين الذين اتهموا بالإرهاب في أعقاب أحداث 11 سبتمبر وظلوا يكافحون ويناضلون لعدة سنوات لإظهار أن الإسلام هو دين التسامح. منذ ظهورها كانت ترجمة الهلالي ومحسن خان للقرآن تقرأ في الغرب على أنها هجوم لفظي وجدال إسلامي متطرف ومعاد للسامية ومناهض للمسيحية أكثر من كونها ترجمة لنص إسلامي قرآني مقدس. ملاحظات على ترجمة الهلالي وخان، حتى نكون منصفين، في سورة الفاتحة وردت الآيات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الترجمة الصحيحة اللي احنا شايفينها: not of those who have evoked anger or those who are astray، فقط الآية النص مفتوح. دعونا نرى ماذا فعل الهلالي وخان بالنص. هنجد أن الهلالي وخان أضافوا كلمات من عندهم، يعني مثلا في الترجمة الإنجليزية أضاف المترجمان بين هلالين ما يشير إلى أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى أو المسيحيين. عندكم هو the Jews هو وبعدين the Christians. يعني ما هو فاضح بشكل خاص في هذا التفسير هو أنه يتبعه حاشية طويلة للغاية لتبرير الكراهية لغير المسلمين بناء على شروح ترجع لتقاليد وفكر فقهاء العصور الوسطى الذين اجتهدوا وانتهى زمانهم. وفي مواضع كثيرة أضاف المترجمان حواشي تفيض بالتعصب والتشدد لتبرير الكراهية للآخرين بناء على شروح وتفسير تعود لفقهاء العصور الوسطى. على نفس المنوال انظر إلى التحريف في ترجمة الآية التالية من سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الآية واضحة جدا في مسألة عدم الاعتداء، هو but don't transgress but don't transgress sorry but don't transgress لا تتعدى. ترجمة الهلالي وخان من سياق الترجمة نفهم أن المترجمين عدلا في المعنى بحيث بدأ بأن عدم الاعتداء له حدود معينة وهو ليس شيئا مطلقا. هنشوف هنا ترجمتهم، قالوا but transgress not the limits. إيه اللي نفهمه من الكلام ده؟ الترجمة فيها تحريف لأن الآية الكريمة أمرت المسلمين بقتال من يقاتلونهم فقط دفاعا عن النفس وأمرتهم بعدم الاعتداء على الأعداء حتى إبان القتال، وجاء ذلك بشكل مطلق ولا تعتدوا، خلاص انتهينا. في ترجمة الهلالي وخان أضاف المترجمان عبارة غامضة وهي لا تتجاوزوا الحدود، يعني بدل ولا تعتدوا خلوه ولا تتجاوزوا الحدود، متبوعة بهامش جاء فيه ما يلي. الهامش اللي جاء هنا: This verse is the first one that was revealed in connection with the jihad but it was supplemented by another. إيه معنى الكلام ده؟ هذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد ولكنها تبعت بآيات أخرى. يود المترجمان الإيحاء بأن الجهاد في الإسلام ليس دفاعا عن النفس فحسب، وإنما يجوز الاعتداء وتخطي الحدود، وأن هذه الآية التي تدعو لعدم الاعتداء هي استثناء، وبذلك قام المترجمان بتحريف معنى الجهاد ومخالفة قواعد الترجمة. إن الخلافات السياسية المعاصرة لوثت الترجمة القرآنية وشوهت ما يجب أن يكون انعكاسا للدين الحنيف كما يلي: انظر كيفية ترجمة حديث سيدنا موسى لقومه في الآية: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الترجمة الصحيحة للأرض المقدسة The Holy Land، خلاص هو النص قال كده في القرآن، نص مفتوح غير معروف، الأرض المقدسة وانتهينا. شوف الإخوانا دول ترجمة الهلالي وخان، أضافوا كذلك من عندهم أن الأرض المقدسة فلسطين. يعني أصر المترجمان على إدخال السياسة في النص القرآني وأضاف بين هلالين أن الأرض المقدسة هي فلسطين المحتلة. يعني مع إيماننا بأن فلسطين عربية إلا أن الأمر يختلف في النص القرآني، فقد تم أدلجة الترجمة بإضافة كلمة فلسطين بعد الأرض المقدسة مما يعد مخالفة الأمانة العلمية في الترجمة وتجاوزا لمعنى النص، لأن لفظ فلسطين لم ترد في السياق القرآني رغم اعتزالنا جميعا بفلسطين طبعا وشعبها. تاريخيا اختلف الفقهاء على معنى الأرض المقدسة، وهذه قضية أخرى. يعني روي عن ابن عباس أنه قال أنها الطور وما حوله اللي هو الوادي المقدس، وقد ورد جبل الطور في عدة مواضع في القرآن: والطور وكتاب مسطور وما كنت بجانب الطور وناديناه من جانب الطور الأيمن ورفعنا فوقكم الطور وطور السينين. كل ده كلام ورد في القرآن على الطور، وبعض الفقهاء قالوا أن الأرض المقدسة كان مقصود بها الطور. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. نفس الكلام، الوادي المقدس اللي هي المنطقة اللي يعني محاطة به الجبل نفسه اللي هو تم الحديث بين موسى وربه. فلما أتاها أتى النار نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله، سورة القصص. يعتبر الوادي المقدس طوى من الوديان المذكورة في كافة الديانات السماوية، فقد مر به العديد من أنبياء الله تعالى، فورد ذكره مرات عديدة في القرآن الكريم وفي الإنجيل وفي التوراة، فهو مكان مبارك وعظيم، وتلقى سيدنا موسى فيه الوصايا العشر
وبيقع الوادي المقدس طوى في مصر طبعا في جزيرة سيناء كما تعلمون. نفس الكلام يعني روى سفيان الثوري عن آخرين أن أريحة هي الأرض المقدسة. من المفسرين من نفى أنها أريح لأنها بلدة تقع في الضفة الغربية بالقرب من نهر الأردن وعند شمال البحر الميت، ولم تكن في طريق اليهود في رحلتهم من مصر إلى بيت المقدس. روى آخرون أن الأرض المقدسة هي بيت المقدس الذي كان بأيدي اليهود في زمان أبيهم يعقوب الذي ارتحل لاحقا هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر في عهد النبي يوسف. آخرون زعموا أن الأرض المقدسة هي كنعان وتشمل فلسطين الحالية والأردن وأجزاء من جنوب لبنان، وكان يسكنها عند إذن قوم من العمالقة الجبارين كما ورد في سورة المائدة. ولما طلب النبي موسى من اليهود الجهاد ضد هؤلاء القوم نقصوا العهد ولم يجاهدوا، ولذلك حكم عليهم بالتيه والتشرد اللي هو موضوع الدياسبورا. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون. وآية أخرى قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. إذن كان في كلام كتير جدا على مسألة الأرض المقدسة وكان يجب أن تترك مفتوحة كما جاء في النص القرآني، ولكن المترجمان كما رأينا يعني أضاف من عندهم أشياء تتسبب في مشكلات. في الآيات التي تتحدث عن عيسى بن مريم عليه السلام تميل ترجمة الهلالي وخان إلى رفض كل ما جاء في العهد القديم والأناجيل المسيحي. يؤكد المترجمان في الهوامش أن ما فعله أو لم يفعله السيد المسيح يجب أن يستخلص من النص القرآني فقط وليس من الكتب المقدسة السابقة، في تعصب ممقوت وتحيز شوفوني ونفي تام لرأي أصحاب الديانات السماوية الأخرى. في أعقاب الأحداث 11 من سبتمبر شكلت هذه الترجمة عبئا ثقيلا على المسلمين الأمريكيين على وجه الخصوص، ومع ذلك لا تزال هذه الترجمة التي وزعت مجانا الموجودة في المساجد السنية في أمريكا الشمالية، رغم أن معظم الجهات الرسمية الغربية قامت بإرجاع جميع النسخ إلى من تبرعوا بها من هيئات دينية عربية وإسلامية في أعقاب أحداث 11 أيلول. هننتقل لمترجم آخر هو توماس بلانتاين إيرفينغ. هذا المترجم هو أمريكي كندي من مواليد مقاطعة أونتاريو في كندا، اعتنق الإسلام وغير اسمه إلى الحج تعليم على أبو النصر. إيرفينغ أول من ترجم القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية يعني الأمريكان إنجليش أو باللغة الإنجليزية الأمريكية في عام 85. اعتنق إيرفينغ الإسلام في عام 50 وهو في 35 من عمره بمدينة تورونتو الكندية. كان إيرفينغ يجيد اللغات الإنجليزية الأمريكية والعربية والإسبانية ودرس اللغات الحديثة في جامعة تورونتو. حصل على ماجستير من جامعة ماجيل في مونتريال والدكتوراه من جامعة برينستون الأمريكية في اللغات الشرقية. صار المترجم الكندي على خطى أحمد علي وقال إيرفينغ أنه أنتج ترجمة معاصرة للقرآن الكريم مشفوعة بمقدمة توضيحية. لكن بينما كتب إيرفينغ مقدمة رائعة عن القرآن ولغته وتاريخ الترجمات السابقة إلا أن ترجمته معيبة بشكل لا لبس فيه. مثلا أثناء سعيه للالتزام بالدقة اللغوية ارتكب إيرفينغ بعض الأخطاء البلاغية الكارثية. حسب قواعد النحو والصرف العربي تتكون الكلمات العربية من جذور تضاف إليها البريئات واللواحق واللواصق وحروف العلة، ويمكن أن تؤدي سياقاتها المختلفة إلى مجموعة واسعة من المعاني التي أخفق المترجم في فهمها أحيانا. على سبيل المثال ترجم إيرفينغ أهل الذكر في الآية التالية بشكل مغلوط، يعني وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نشوف دي من ضمن الأخطاء اللي وردت عنده. يعني أهل الذكر في الترجمات زوز هم كانوا أهل الرسالة، ترجمات الأخرى أهل الذكر هم أهل التذكير أو أهل العلم من الذاكرين، هم أهل المعرفة ممن يعلمون ما في التوراة والإنجيل، لكن هو ترجم هنا أهل الذكر على أنهم أهل الذاكرة أو أهل الذكريات الطويلة. طبعا ده خطأ في النص بسبب قصور في فهم اللغة العربية. يقول بعض الفقهاء أن أهل الذكر هم أصحاب الكتب السابقة من أهل الكتاب، ولذلك جاءت الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي إن كنتم لا تعلمون نبأ الأولين وشككتم هل بعث الله رسلا من قبل. قال العلماء فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم أو الذين نزلت عليهم الزبر والبينات فعلموها وفهموها، فإنهم كلهم قد تقر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى. قال العلماء كذلك أن أفضل أهل الذكر هم أهل هذا القرآن العظيم. رفض علماء المسلمين العنوان الفرعي رفض علماء المسلمين العنوان الفرعي الذي وضعه إيرفينغ لترجمته ترجمة القرآن ومعانيه، حيث أضاف عبارة النسخة الأمريكية الأولى على غرار النسخ المتعددة من الكتاب المقدس. رفض العلماء هذه التسمية لأن القرآن لا يتضمن نسخا مختلفة وإنما نصا واحدا، كما أن تعدد النسخ يفسد الأصل. هنا هنذهب إلى ترجمة يعني كارثية أخرى يعني على الاتجاه الآخر، يعني تحدثنا احنا عن هلالي وخان، الحين هنتكلم عن واحد تاني. هنا ترجمة سيد مير أحمد.
سيد مير أحمد قدم الباحث الهندي ترجمته معتمدا على توجيه مستشاره الروحي الإيراني آيت الله ميرزا مهدي بويا يزدي المعروف بتركيزه على التصوف. مثلما ركزت ترجمات سابقة على تفسير القرآن المستقى من الفكر السلفي الراجع المتشدد، ومثلما ركزت ترجمات أخرى على الفكر النابع من تفسيرات أتباع الإسلام السياسي، فإن هذه الترجمة تركز على فكر عقائدي طائفي وطقوس شعائرية معينة، وهي موجهة حصريا إلى جمهور محدد في طوائف أو مذاهب إسلامية معينة. تعج هذه الترجمة بالعديد من الافتراءات والتجاوزات من وجهة نظر علماء المسلمين المعتدلين من جميع المذاهب بلا استثناء. يعيب تلك الترجمة الانحياز الطائفي الواضح والاستخفاف بالصحابة رضوان الله عنهم. في مقدمته ادعى مير أحمد كذبا وبهتانا أن الخلفاء الراشدين الذين جاءوا بعد النبي وخاصة أبو بكر وعمر كانوا من الأميين الذين لا يعرفون شيئا عن القرآن. ادعى المترجم كذلك كذبا أن زيد بن ثابت الذي اعتبره كثيرون كاتب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه مؤهلات لكتابة أو تجميع القرآن. تاريخيا زيد بن ثابت ابن الضحاك الأنصاري الصحابي جليل وكاتب الوحي شيخ المقرئين مفتي المدينة روى الحديث عن النبي وقرأ عليه القرآن، وكان زيد مثقفا وتفوق في العلم وفي الحكمة. حين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ دعواته للعالم الخارجي وإرسال الرسائل لملوك الأرض وقياصرتها، أمر زيد أن يتعلم بعض لغاتهم فتعلمها في وقت وجيز. طلب النبي من زيد أن يتعلم لغات اليهود القديمة وأن يتعلم اللغة السريانية ففعل ذلك، وكان يتابع وحي القرآن حفظا، وكان النبي كلما نزل الوحي عليه بعث إلى زيد فكتبه. الدليل القاطع على كذب المترجم أنه أضاف إلى اسمه الهندي لقب سيد مدعيا أنه سليم النبي محمد وأنه ينتمي لأهل البيت، وهذا طبعا كذب بوح. الغريب في هذه الترجمة أن صفحات النص القرآني كتبت من اليمين إلى اليسار رغم أن النص مكتوب باللغة الإنجليزية، وهي موجودة طبعا ما زالت للأسف موجودة في مساجد في أوروبا وأمريكا الشمالية. هننتقل لنوع آخر بالترجمة وهو الترجمة الصوفية بعد ترجمة عبد الحق بيولي وزوجته عائشة بيولي. التحيز هنا يكون للمتصوفين. الشيخ عبد الحق بيولي الإنجليزي الأصل هو شيخ الطريقة الدرقاوية الشاذلية القادرية ورئيس كلية الدراسات العليا الإسلامية في أمريكا. اعتنق الشيخ عبد الحق الإسلام عام 68 وأمضى عدة سنوات في المغرب يدرس الدين الإسلام. منذ ذلك الوقت عمل الشيخ عبد الحق مع الشيخ الدكتور عبد القادر الصوفي على نشر الإسلام وتأسيس المجتمعات الإسلامية. أما عائشة عبد الرحمن بيولي فهي من مواليد 48 في واشنطن بالولايات المتحدة، وهي حاصلة على بكالوريوس في اللغة الفرنسية ماجستير في لغات الشرق الأدنى من جامعة كاليفورنيا بيركلي. أمضت عائشة عاما في منحة زمالة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي الوقت نفسه حضرت عدة ندوات حول الصوفية والفلسفة الإسلامية في كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وهي تلميذة للشيخ عبد القادر المرابط، وقد درست الفيلسوف الصوفي ابن عربي مع المرحوم سيدي فضل الحراوي في فاس بالمغرب. اعتنقت عائشة بيولي الإسلام عام 68 وهي مؤلفة ومترجمة للعديد من الأعمال المنشورة وغير المنشورة، وهي متزوجة من الحاج عبد الحق بيولي الذي غالبا ما تترجم معه وهي أم لثلاثة أطفال. على أي حال هذه الترجمة تعتبر يعني من وجهة نظري هي ترجمة مقبولة إلى حد ما، لأن التحيز بها ليس لا لاتجاهات معينة ولا لمذاهب ولا الإسلام السياسي ولا غيره. هنشوف هنا الجماعة دول كانت بريات عائشة في رحلتها نحو البحث عن الإيمان مع البوذية التي أبحرت فيها لسنوات، ثم بدأت في الاطلاع على كتب وأفكار كبار الفلاسفة مثل نيتشه وشوبنهاور وكانت وهيجل. أخيرا اعتنقت الإسلام وتعلمت اللغة العربية وسخرت علمها لخدمة الإسلام ونشر أفكاره لغير الناطقين بالعربية، كما أصبحت من أتباع الطرق الصوفية. جاء الاهتمام بالتصوف الإسلامي نتيجة تأثر عائشة بيولي بشيخها الاسكتلندي عبد القادر الصوفي شيخ الطريقة الدرقاوية الصوفية في الغرب الذي تتلمذت على يديه، وكان سببا في تبنيها للطريقة الدرقاوية الصوفية وفي تزايد إنتاجها في عالم التأليف والترجمة عن التصوف الإسلامي بصفة عامة ومتون وأبحاث التراث الصوفي المغربي بصفة خاصة. كما للطوائف وأصحاب المذاهب الإسلامية المختلفة ترجماتهم للقرآن، فإن للصوفيين ترجماتهم أيضا. إن التحيز العقائدي المستوحى من المذاهب الصوفية التي يعتنقها المترجمان عبد الحق وعائشة كان واضحا في مقدمة ترجمتهما للقرآن. علاوة على ذلك أقر المترجمان باستحالة نقل معاني القرآن بشكل ملائم باللغة الإنجليزية أو بأي لغة أخرى. أقر المترجمان أن الله تعالى اختار اللغة العربية الفصحى النقية كوسيلة لغوية ينقل من خلالها الوحي الإلهي إلى البشرية بسبب قدرتها الفريدة على الاحتفاظ بالمعاني القرآنية المقصودة ونقل العمق الكبير لتلك المعاني بطرائق متعددة الأوجه تتجاوز نطاق أي لغة أخرى ولا سيما في الوقت الحاضر. يعني هذه نقطة مهمة بالنسبة لما ورد في المقدمة. هذا التصور الصوفي العقائدي لا يدعمه القرآن، ده من وجهة نظر
البعض الذي يرى أن الوحي كان باللغة العربية لمجرد أن النبي كان عربيا، وأنه لو كان بلغة أخرى لكان العرب قد شككوا في صدق الرسول، في صدق رسول يأتي لهم بوحي بلغة أخرى غير لغته. كما أن القرآن كان تحديا إعجازيا لغويا للعرب، وهم من أرباب الشعر والبلاغة والفصاحة. رغم التحفظ على نقل القرآن باللغة الإنجليزية، إلا أن المترجمين قد حققا هدفهما من الترجمة، وهو تقديم عرض جديد للنص القرآني من خلال السماح لمعنى النص الأصلي قدر الإمكان بالوصول مباشرة للقراء دون تأويلات. أهم شيء في هذه الترجمة أنهم لم يلجأوا لا هوامش ولا تأويلات ولا أي شيء، خلوا النص كما هو. الترجمة تخلو من الهوامش ومن التعليقات التفسيرية، وذلك يسمح للقارئ برؤية النص القرآني الأصلي كما هو بدون تأويلات مربكة. على الرغم من التوجهات الصوفية العقائدية المذكورة في المقدمة، إلا أن هناك القليل من الأدلة على التحيز الطائفي أو الصوفي في الترجمة الفعلية بسبب الميول الصوفية للمترجمين، فمن غير المتوقع أن يتم اعتماد هذه الترجمة من قبل المؤسسات الدينية الإسلامية السائدة، طبعا لأن هناك اتجاه نحو الصوفية معادي يعني للصوفية في معظم الجهات الإسلامية. نأخذ هنا ترجمة ضعيفة جدا في النهاية، ترجمة ماجد فخري تفسير القرآن. تسعى العديد من الترجمات الجديدة إلى تحسين الترجمات السابقة، لكن في بعض الأحيان تأتي رياح الترجمة بما لا تشتهي سفن المترجمين. هذا هو الحال مع ترجمة ماجد فخري أستاذ الفلسفة في الجامعة الأمريكية في بيروت، الذي سعى إلى تقديم القرآن بلغة إنجليزية مفهومة واجتهد في تصحيح أخطاء وصغرات الترجمات السابقة حسب وجهة نظره. لكن بالنسبة لشخص مثل ماجد فخري ضليع في الفلسفة الإسلامية، كان مفترض أن يدرك أهمية التركيز على التفرد اللغوي للقرآن، ولكن هذا لم يحدث. أخفق ماجد فخري، هذا كان وجهة نظري أنا، أخفق ماجد فخري في إدراك خصوصية البلاغة القرآنية، لذلك جاءت ترجمته النصرية للقرآن ضعيفة ورقيقة وسطحية، ولا تقترب أبدا من إيصال الخطاب البلاغي القوي الذي يتضمنه أهم مخطوط إسلامي إلى الناطقين بالإنجليزية. نظرا لأن هذا العمل لا يساهم في إضافة أي قيمة لما هو متاح بالفعل في سوق مزدحم بالترجمات القرآنية، فإنه يفتقر إلى القدرة على الاستمرارية، كما يدل عدم وجود هذه النسخة في المساجد على افتقارها إلى مكانة مرموقة بين المسلمين. على الرغم من إنتاج مطبعة جامعية غربية عريقة لهذه الترجمة، فمن المحتمل أن يتم تجاهلها من قبل المتخصصين في القطاعات الأكاديمية أيضا. هنشوف الترجمة اللي هي يعني fashionable translation، أو الترجمة اللي هي يعني آخر ترجمة، أو اللي اعتبرها الغرب يعني إنجاز، اللي هي ترجمة محمد عبد الحليم. دي آخر ترجمة خدت يعني رواج في الغرب. معذرة. المترجم محمد عبد الحليم هو أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة لندن، وهو مصري الأصل، درس في جامعة الأزهر بالقاهرة وجامعة كامبريدج في إنجلترا. كانت ترجمة عبد الحليم للقرآن أحدث محاولة جدية لنشر ترجمة إنجليزية متخصصة للقرآن نتيجة جهد تستغرق 7 سنوات. استهل عبد الحليم الترجمة بمقدمة تعكس التقاليد الإسلامية القديمة، وبالتالي فهو ببساطة كما يقول يروي القصص الإسلامي دون أي تشكيك في مصداقية الروايات والمصادر التي اعتمد عليها رغم ضعف بعضها وعدم موثوقيته. مثلا زعم المترجم أن جبريل أوحى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حول كيفية ترتيب سور القرآن، وأشار إلى سجلات ومصادر تظهر وجود 22 ناسخا قاموا بكتابة النص القرآني في عهد النبي. هذه المعلومات ليست مألوفة في التاريخ الإسلامي، وأنا شخصياً لم أقرأ عنها من قبل. وبالنظر إلى أن المترجم هو أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة علمانية غربية كبرى، كان يجب أن يكون على دراية بضبابية التاريخ الإسلامي المبكر، وكان عليه أن يتبنى نهجاً أكثر حذراً بدلاً من تقديم مثل هذه المعلومات المشكوك فيها كحقيقة مجردة. في الواقع دقة اللغة الإنجليزية المستخدمة في هذه الترجمة تستحق الثناء بالتأكيد، ولكن هناك بعض المشكلات التي تبرز العديد من الشطحات التفسيرية التي وردت في ترجمة عبد الحليم. كذلك تعاني الترجمة من بعض التجاوزات العقائدية والأيديولوجية. مثلا يترجم عبد الحليم النفس على أنها الروح، وقد سبق وأوضح فضل الرحمن أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة شيكاغو أن القرآن لا يحتوي على أي دليل على ثنائية الجسد والروح كما فهمها بشكل ملتبس المسلمون فيما بعد، وبالتالي فإن كلمة نفس كما هي مستخدمة في القرآن لا تمثل الروح كما تفهم في الفلسفة اليونانية أو المسيحية أو اليهودية ما بعد التوراة. ومع ذلك يترجم عبد الحليم النفس على أنها الروح في جميع الآيات، علما بأن النفس في الترجمة الصوفية للقرآن التي قامت بها أسرة بيولي عبد الحق وعائشة بيولي قد ترجمت إلى الذات، وأعتقد هي أكثر صحة لغوية. اشتملت ترجمة عبد الحليم على بعض الهوامش والتعليقات عند الحد الأدنى المطلق، وتم توفيرها فقط عندما تكون هناك حاجة ملحة،
ومع ذلك فقد اشتملت ترجمة عبد الحليم على بعض الإضافات التي لم ترد في أي ترجمة من قبل، ربما يعني اعتبرها البعض شطحات. انظر إلى الآية: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يعني من الأمثلة الصريحة التي ورد في الترجمة توضيح المترجم بإمكانية ترجمة النبي الأمي في هذه الآية بطريقتين. رأى المترجم إمكانية ترجمة النبي الأمي بأنه يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يجيد القراءة والكتابة كما جاءت في كل الترجمات، لكن هو أصر أن ممكن ترجمتها على أنها المقصود بها النبي الأممي. الأممي أي غير اليهودي، الأممي اللي هو جنتايل. يعني في الواقع كلمة أممي في العهد القديم تشير إلى الأمم غير اليهودية أو غير العبرانيين. وورد حكيت حتى في وجدنا أن تي إس إليوت في ملحمة الأرض الخراب كان واخد جزء من التوراة أو من الكتاب المقدس جنتايل أرجو، هل هو من اليهود أو من غير اليهود. فهو صاحبنا ده قال أن النبي الأمي مقصود بها النبي الأممي، وليس مقصود بها أنه لا يجيد القراءة والكتاب ولكنه أممي، أي أنه غير يهودي. على خلاف جميع الترجمات السابقة، تأتي ترجمة عبد الحليم بدون نص عربي، ودي مشكلة في الترجمة، مما يراه البعض غير مناسب لترجمة قرآنية، لكن يرى البعض الآخر أن هذا في الواقع عاملا إيجابيا، لأنه يسمح للمسلمين بأخذ هذه النسخة في أي مكان دون الحاجة إلى القلق بشأن الالتزام الطقوسي الخاص بالنسخة المقدسة من القرآن المنسوخة باللغة العربية، كما أن نظرة الهوامش والتعليقات تعزز قراءة النص الأصلي للقرآن. تجدر الإشارة أيضا أن المترجم هنا يعني أن المترجم طوال الوقت تجنب عمل ترميز صوتي لكلمة الله، يعني ترانسليتريشن، وترجمها إلى God not Allah. السبب: يرى المترجم أن استخدام كلمة الله في الترجمة الإنجليزية قد أنتج مفهوما خاطئا للقراء من اللغات الأخرى بأن المسلمين يعبدون إلها مختلفا يشبه آلهة الهندوس والبوذيين، يختلف عن الإله الذي يعبده اليهود والمسيحيون. لقد لاقت ترجمة عبد الحليم القرآن الكريم باللغة الإنجليزية التي طبعتها ونشرتها جامعة أكسفورد إقبالا كبيرا من القراء الأجانب، ومع ذلك يظل المجال مفتوحا للمحاولات المستقبلية لعكس المعنى الحقيقي للقرآن، لأن هذا لا يتطلب الترجمة فحسب بل يتطلب أيضا فهما أفضل للسياق القرآني. تشير الأعمال النقدية لكبار المستشرقين والباحثين الغربيين في التراث الإسلامي التي يعارضها بعض علماء المسلمين أن هناك الكثير مما هو غير واضح بشأن التاريخ الإسلامي المبكر وطرائق تفسير القرآن، وتشير نظرياتهم إلى ضرورة الاجتهاد في إيجاد ترجمات معاصرة للقرآن تتناسب مع روح العصر، مع ضرورة استبعاد أو تنقيح الترجمات التي تعتمد على تفسير فقهاء العصور الوسطى. خاتمة الترجمات الأخيرة للقرآن: في عالم مزقته الجماعات الإرهابية التي تدعي أنها تعتنق الإسلام، يواجه الدين الحنيف في الوقت الراهن أكثر من مجرد عقبة في ترجمة القرآن إلى الإنجليزية بشكل صحيح. في ترجمات القرآن يجب أن ننقي الدين الإسلامي من الشوائب العقائدية والتفسيرات المتحيزة التي ترجع إلى فقه العصور الوسطى، على عكس أوروبا القديمة أو الغرب المسيحي الذي استطاع تجاوز جاهلية العصور الوسطى وقام بفصل الدين عن الدولة وفصل الكنيسة عن العلم وتقليص سلطة رجال الكهنوت والقيام بعملية مراجعة شاملة في عصور التنوير والإصلاح الديني تمخضت عنها الحضارة الغربية المعاصرة. ظل المسلمون يعيشون خارج أسوار التاريخ المعاصر، يسجنون أنفسهم داخل جيتو العقائدي ويجترون ذكريات الخلافة التي لم تعد تصلح في عهد ما بعد العولمة. وبالعودة إلى ترجمة القرآن، نرى أن الدافع الذي ينبغي أن يتواجد بين العديد من المترجمين هو إنتاج ترجمة إنجليزية وظيفية ودقيقة نسبيا، ولا ينبغي أن يحل النثر الإنجليزي المصقول محل لغة القرآن العريقة. لقد قورت الاختلافات الطائفية والتفسيرية بين علماء المسلمين أي إجماع إسلامي على نسخة واحدة مترجمة للقرآن الكريم، خاصة وأن معظم المترجمين من المسلمين. هذا طبعا للأسف يعني. من وجهة نظر الشخصية البحتة، أرى أن أفضل ترجمة للقرآن رغم بعض الملاحظات والشوائب هي ترجمة آرثر أربري، ويليها طبعا ترجمة بيولي. لقد حول أربري النص القرآني إلى لغة إنجليزية مفهومة، وفصل النص عن التفاسير والشروح التقليدية المربكة، وركز على النص وليس على التفسير أو التأويل. هذه النقطة مهمة جدا، لأن معظم المشاكل جاية من التأويل يا إخوان. لذلك جاءت ترجمة أربري بدون تحيز، وربما تكون أفضل ترجمة للقرآن، يعني لمن أراد منكم أن يقرأ ترجمات. وقد حظت الترجمة بإعجاب المثقفين في جميع أنحاء العالم، وتم إعادة طبعها عدة مرات، ولا تزال المرجع المفضل لمعظم الأكاديميين والمثقفين المعتدلين. وفي النهاية أشكركم، ويعني أخذنا الساعة المطلوب يعني أن نأخذها. أشكركم جميعا، ونلتقي بكم إن شاء الله في محاضرات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.